لماذا لا ينتشر أفراد الجيش والحرس الوطني لتطعيم الشعب؟ لماذا لا تقومون ببناء مستشفيات ميدانية بالمناطق لسرعة التطعيم؟ طبعا شكرا على السؤال. السؤال يعني جميع القطاعات والجهات التي ذكرتها والتي لها كل تقدير واحترام حقيقة، هو هناك تعاون مستمر معها كان ولا زال، ولكن نحن يعني مثل ما قلنا يعني وبكل صراحة، ما نواجهه حقيقة حاليا في التطعيم هو ليس الكفاءات التي تعطي اللقاح، ولا الأماكن. عندنا المراكز الرعاية الطبية الصحية، عندنا المستشفيات الميدانية، عندنا المستشفيات العامة، ولكن ما تواجهه دولة الكويت الآن هو ما يواجهه العالم كله، وهو من ندرة وجود اللقاحات والتنافس العالمي الشديد على الحصول على هذه اللقاحات. ولا يخفيكم أن هناك جهود على مستوى الدولة وجهود كذلك من وزارة الصحة، من معالي وزير الصحة الدكتور باسل الصباح وسعادة وكيل وزارة، للحصول على أكبر قدر ممكن من اللقاحات، وهذا ما أثمر عنه الحصول على الدفعة الأخيرة من لقاح أكسفورد. متى ما وجدت اللقاحات راح نعطي المواعيد، واللقاحات ما راح تخزن في دولة الكويت، مجرد ما توصل شحنة راح نعطي المواعيد على حسب الشحنة الموجودة، مع الاحتفاظ بالجرعة الأخرى أو الثانية لنفس الشخص.